أقوى سلاح لتدمير قوة المجتمع هي المخدرات التي تستهدف شبابه وتلقي به في غياهب التخبط والضياع. وفي سوريا، حيث حولت الميليشيات الإيرانية البلاد إلى مستنقع للمخدرات، تقوم طواقم شبابية في الشمال السوري بتحذير الناس من خطر المخدرات، ومن قبل ذلك تأسيس المركز السوري لمكافحة المخدرات في مدينة عزاز. اليوم نحن في مدينة عزاز يقيم المركز السوري لمحاربة المخدرات ورشة تعريفية بالمركز لتعريف الشباب السوري والمجتمعات الشبابية والفرق التطوعية الشبابية في مدينة عزاز بالمركز السوري وأهدافه ورؤيته ومحاور عمل المركز السوري وأهم الإنجازات اللي قام فيها المركز السوري منذ تأسيسه حتى اليوم. اليوم المركز السوري لمحاربة المخدرات تم إنشاء المركز السوري بعد استشعار بالخطر اللي دخل على سوريا، وهو كان أهم مادة مخدرة اللي دخلت على سوريا عن طريق الميليشيات الإيرانية. يسعى المركز من خلال نشاطه إلى توعية المجتمع وتحذيره من الخطر الكبير للمخدرات من خلال ندوات تثقيفية وحملات توعوية، وإلى جانب ذلك يهيئ المركز مدمني المخدرات لتلقي العلاج تحت إشراف مجموعة من الأطباء المختصين. انتشرت مواد ثانية مثل الكريستال ميت اللي هو منشط قوي، انتشر هذا بعد ما وقفت الحرب العسكرية. طبعا هاي الماده اللي انتشرت مؤخرا يعني سببت دمار كبير للاسر وللعيال، واللي يعني بالجو اللي ممكن مثلا يزور السجون ويشوف الحالات الدمار، يعني باعوا بيوتهم، باعوا يعني شو عندهم ممتلكات، ممكن لجأ للسرقه. طبعا الزيوم امتلت واثر دمار للمجتمع. تجار المخدرات والمروجون يستغلون الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية التي يعيشها سكان الشمال السوري، فيقومون بنشر سمومهم التي تعد من أقوى الأسلحة التي يحارب بها نظام الأسد وميليشياته الشعب السوري.